عرض لأهم وآخر الأخبار من الجزيرة مباشر مصر، أهلا بكم. توافد المتظاهرون على ميدان التحرير للمشاركة في مظاهرة اليوم والتي دعت إليها جماعة الإخوان المسلمين تحت شعار مليونية إنقاذ الثورة. وقد أعلنت 13 حركة وحزبا سياسيا من بينها الجبهة السلفية والجماعة الإسلامية وتحالف ثوار مصر، أعلنت مشاركتها في المظاهرات احتجاجا على السماح بترشح رموز النظام السابق في انتخابات الرئاسة المقبلة وللمطالبة بتسليم كامل للسلطة في نهاية يونيو المقبل. على الجانب الآخر، أعلن مجلس أمناء الثورة في بيان له عدم مشاركته في مظاهرات اليوم لما وصفه بعدم وضوح الهدف منها في ظل حالة التخبط التي تشهدها البلاد على حد وصف البيان. كما أعلنت حركة شباب السادس من إبريل الجبهة الديمقراطية مقاطعتها لمظاهرات اليوم، وأكدت الحركة في بيان لها أنها لن تدفع مرة أخرى في معركة تصفية الحسابات بين بعض القوى السياسية من ناحية والسلطة الحاكمة من ناحية أخرى. من جانبها، أعلنت وزارة الصحة اتخاذها كافة الترتيبات اللازمة لتوفير الخدمات الصحية لتأمين مظاهرات اليوم بتوفير 25 سيارة إسعاف مجهزة تغطي كافة محاور ميدان التحرير، بالإضافة إلى توفير 3 عيادات طبية متنقلة. كما أكدت وزارة الصحة أنها رفعت درجة الاستعداد في كافة المستشفيات المحيطة بالميدان أو القريبة منه تحسبا لأي ظروف طارئة. اجتمع مسؤول حملات المرشحين للرئاسة حمدين صباحي وأبو العز الحريري وهشام البسطويصي، اجتمعوا بمقر الجمعية الوطنية للتغيير لبحث التنسيق فيما بينهم بشأن المبادئ الأساسية الواجب توافرها في البرنامج الانتخابي لمرشح واحد للمعسكر الثوري، يتنازل الآخرون لصالحه لعدم تفتيت الأصوات. من جانبه، أكد خالد علي المرشح الرئاسي موافقته على ما ستتمخض عنه تلك الاجتماعات، مشيرا إلى أنه سيتنازل عن الترشح في حال الاتفاق على مرشح واحد للقوى الثورية. قرر مجلس شورى العلماء السلفي تأجيل الإعلان عن اسم المرشح الذي سيدعمه في الانتخابات الرئاسية إلى يوم الثلاثاء المقبل. ومن المقرر أن يفاضل المجلس خلال اجتماعه القادم بين كل من الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح والدكتور محمد مرسي لتأييده في الانتخابات خلفا للمرشح المستبعد من سباق الرئاسة حازم أبو إسماعيل، والذي أعلن المجلس تأييده له قبل أن يتم استبعاده من السباق الانتخابي. قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند إن السلطات المصرية لم تتخذ بعد قرارا بشأن تسجيل منظمات غير حكومية أمريكية لمتابعة الانتخابات الرئاسية المقبلة. وأضافت نولاند خلال مؤتمر صحفي أن التقارير التي ذكرت منذ يومين أن مصر منعت هذه المنظمات من التسجيل لمتابعة الانتخابات الرئاسية المقبلة ما هي إلا تقارير مغلوطة. أكد حزب المصريين الأحرار حرصه الكامل على ضرورة كتابة الدستور القادم بالتوافق بين كافة أطياف الأمة، وجدد الحزب في بيان له إصراره على أن يتم تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور بالكامل من خارج البرلمان حتى لا يطعن بعدم دستورية تشكيلها. كما انتقد الحزب ما وصفها بإشاعات المخاوف على الشريعة الإسلامية، مؤكدا تأييد كافة القوى المدنية لبقاء المادة الثانية في الدستور وعدم المساس بها على حد نص البيان. تعرض قسم شرطة مدينة الفيوم لمحاولة اقتحام فجر اليوم من قبل أهالي حي الساحة الشعبية، وذلك بعد مقتل أحد أبناء هذا الحي خلال مواجهات بين قوات الشرطة وتاجر مخدرات. كما أسفرت المواجهات عن إصابة عدد من الأشخاص فضلا عن اشتعال النيران في 4 منازل. هذا وقد قام شباب اللجان الشعبية بتنظيم دروع بشرية حول قسم الشرطة ومديرية الأمن لحمايتهم من بطش الأهالي. وللمزيد من Mm-hmm.
معنا على الهاتف هيام عزام. نعم أسمعك. معنا على الهاتف هيام عزام الآن. بالفعل فوج الأهالي الحي بقوات الشرطة تحاول القبض على أحد تجار المخدرات، وأثناء ذلك شعر تاجر المخدرات بقوات الشرطة فقام بتبادل النيران معهم. أيضا قام تاجر المخدرات باشتعال النيران في جراكن البنزين التي كانت داخل منزله، وقصف بها قوات الشرطة من شرف منزله، فسقط على المنازل والمجاورة والحمى الشرطية، حيث تم تبادل الأعيرة النارية وسط الحي بينهم لأكثر من ساعتين، مما أدى إلى اشتعال النيران في أربع منازل ومصرع مجند. وأيضا أصابت عدد من أهالي الحي أثناء تواجدهم في تبادل النيران. في الوقت نفسه هناك عدد كبير من شباب اللجان الشعبية بمدينة الفيوم متواجدة الآن أمام اسم الشرطة وأيضا أمام مديرية أمن الفيوم لحمايتها من بطش الأهالي بعد الأحداث التي وقعت بالحي. وتمكن اللجان الشعبية من إقناع الأهالي بمغادرة اسم الشرطة منذ ساعات وعدم المساس به خوفا من وقوع ضحايا أخرى نتيجة وقوع اشتباكات مرة أخرى أمام اسم الشرطة. وقرار الأهالي هم الآن معتصمين، جزء من بينهم معتصم بميدان حي الساحة، وأيضا قاموا بغلق الطريق الرئيسي المدور لمنازلهم ومنع سير السيارات به، حتى وهم طالبوا بفتح تحقيق في الواقع والحصول على حق المجند الذي راح ضحية تبادل النيران بين الشرطة وأحد تجار المخدرات الذي تمكن من الهرب بعد فشل رجال الشرطة من القبض عليه. الصحفية هيام عزام كنت معنا من الفيوم، شكرا جزيلا لك. نعتذر مشاهدينا عن الخلل الفني الذي حدث منذ قليل. انتهى موجز الأخبار، والمزيد من المتابعة والتفاصيل يمكنكم زيارة موقع الجزيرة مباشر مصر على الإنترنت ومتابعة البث الحي للقناة على موقع ذاته، كما نستقبل كذلك تعليقاتكم وأسئلتكم على صفحتينا على موقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر. دمتم بخير، إلى اللقاء.